صيف البحرين يا عين يا عين، كل سحر كل سمر، يروي السماء يغوي البصر، يرقص على انغام الحجر. صيف البحرين يا عين يا عين، كل سحر كل سمر، يروي السماء يغوي البصر، يرقص على انغام الحجر. ونضل نقول وايد زين، ونضل نقول وايد زين، صيف البحرين يا عين يا عين، صيف 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 البحرين. السنة الرابعة على التوالي تتواجد ورشة عمل الأعمال الخشبية في خيمة نخول بهدف التسلية واللعب وتنمية المهارات الحسية والخيالية لدى الأطفال. بالنسبة للورشة هذه السنة الرابعة على التوالي الأعواد أو الأعمال الخشبية من الأعواد الآيس كريم اللي هي الملونة، طبعا ما شاء الله عليهم إقبال كل سنة يزيد ما شاء الله، يعني بالنسبة للورشة هذه الهدف الرئيسي من الورشة لأنها فترة صيفية هي التسلية رقم واحد، رقم اثنين المعرفة طبعاً المندمجة معها اللي هي التسلية، بالإضافة للتعاون فيما بينهم والإخاء والمحبة يعني، وطبعاً تبادل المعرفة فيما بينهم طبعاً بإشرافي يعني. اسمي سارة الحبيل وأنا في ورشة الأعمال الخشبية. إحنا نستقبل أطفال من عمر 8 سنوات إلى 15 سنة، ونقدم لهم التسلية عن طريق الأعمال الخشبية، إن نخليهم يسوون أشكال اللي هم تعجبهم أو إحنا نراويهم الأشكال وهم يقلدونها. اسمي بدور وأنا حبيت هذه الورشة صراحة، استفدت إن أنا شلون أسوي البيت وهالأشياء، وصرت ما أخاف من الصامغ لأن تعلمت كل شيء منها، وهاي الورشة وايد حلوة. وأكثر ورشة حبيتها ورشة العلوم وورشة الأعمال الخشبية. حضرت خيمة نخول كذي 3 أسابيع 4 أسابيع، والصراحة وايد حبيتها ونظامها أحلى من قبل. اسمي شيخة، فكرتي اني اسوي بيت ينفتح واحط داخله اغراض. استخدمت اللون الاصفر مع الازرق والبنفسجي ويا الوردي، واستفدت انه يعني ممكن استخدمه في اي مكان ويعطي شيء حلو حق المكان. وراء كل عمل مميز ومتقن جنود مجهولين، وتميز خيمة نخول لهذه السنة يقف وراءها شباب وشابات أثروا أن يقضون عطلتهم ووقت إجازتهم في العمل التطوعي ولساعات طويلة مع أطفال وزوار خيمة نخول. اسمي دان سالم، أنا متطوعة في خيمة نخول. الوقت يبتدي من خمس لتسع في الليل. هاي أول سنة لي أتطوع في خيمة نخول، وكوني متطوعة أحب أني أتعامل مع الأطفال، أحب أقضي وقتي في أشياء ممتعة وفي أشياء أستفيد منها، مثلاً أتعامل مع الأطفال، أتعلم خبرات جديدة، أتعلم كيفية التعامل مع الأطفال، مو بس مع الأطفال، مع الكبار بعد، إن مع أولياء أمورهم، مثلاً في وايد فئات من أولياء الأمور في فئة إن يمكن أنا ما كنت أعرف شلون أتعامل معها، بس من خلال تطوعي عرفت شلون أتعامل معها. السلام عليكم، أنا الوسامة، تطوعت في خيمة نخول أول مرة صار لي شهر، حبيت أغير عن قاعدة البيت وكذي. فاستمتعت وايد واستفادت ان انظم اليهال، اتعامل مع اولياء الامور وغيرها من الاشياء. شريفه الذوادي، متطوعه حق ورشه نخول،
حق الأطفال قسم الزراعة، فأقضي وقتي مع الأطفال ويعني أستمتع أني أنا أعلمهم. فأي من الساعة 4:30 للساعة 8، فيعني مستوسة أني أنا قاعد مع الأطفال، الأطفال يعني استجوبون وياي، فمرتاحة معاهم وأعلمهم شلون مبادئ الزراعة. اسمي جمانة طويل وهي ثاني مرة أشارك في خيمة نخول. أحب أني أقضي وقتي إجازة الصيف في شيء من الفايدة، وخيمة نخول اكتشفت أنها فرصة أني أكتسب مهارات جديدة وأطلع من يعني أجواء البيت وأتعرف على ناس جدد وتجربة يعني منها فايدة أفيد وأستفيد. اسمي عليا حسن، طبعاً أنا متطوعة في خيمة نخول وصار لي تقريباً 3 سنين الحين، وطبعاً أنا وايد أستمتع لما أشارك في خيمة نخول وأستفيد وايد، خصوصاً هو يعني مكان أتعرف على ناس جدد، مكان أستفيد وأكتسب فيه خبرة جديدة، أتعلم أشياء جديدة مثل أن أنا أطور مهاراتي بعد، وفي نفس الوقت أن أنا أستغل يعني أوقات فراغي في شيء مفيد ويعني أستمتع فيه في نفس الوقت. طبعاً أنصح الشباب والشابات أنهم يطوعون ويحاولون قد ما يقدرون أنهم يطوعون في هذه مثل الأماكن، لأنها راح تفيدهم وايد في المستقبل، وراح يكونون يعني لما يروحون يشتغلون راح يكونون عارفين هم شلون يتعاملون مع الناس. اسمي عايشة إسحاق وعمري 16 وصار لي شهر في خيمة نخول، وهي أول سنة أشارك في عمل تطوعي برا المدرسة. أول شيء أنا شاركت بنخول من الصيف، الواحد يبي يطلع، بس أنا قلت أول صيف قبل ما أدش الجامعة بسوي شيء أستفيد منه. فأول شيء أنا شاركت بنخول لأن أنا وايد أستحي وايد أخاف من الناس، فكان أقول I wanted experience قبل ما أروح مكان جامعة برا ما أعرف شو بيصير، فكنت أبي إن experience عشان أكون واثقة في روحي أعرف أتصرف. فأيت نخول، نخول يقبلون كل الأعمار تقريبا. أنا اسمي عبد الله يوسف وأنا أخذت 3 سنين متطوع في خيمة نخول. أنا هالبيت لأن كل يوم أجي هني أستفيد وأفيد الناس وأتعلم أشياء جديدة، وأنا في قسم الرياضة هني ما شاء الله يعني المحل وايد جميل. وبكذي كان تجمع المتطوعين الشباب تحت خيمة واحدة، خيمة نخول، على الرغم من تعدد الأهداف واختلاف الأسباب. الأطفال بخيمة نخول دفعهم للحضور للخيمة لأكثر من مرة للاستمتاع والاستفادة من الورش المتاحة بالمجان. اسمي سلطان الحمد يوسف محمود، وايد أحب خيمة نخول. أنا أروح بخيمة نخول يوم ويوم ترك، لأني وايد أحب خيمة نخول. تقريبا جيت خيمة نخول 3 مرات لأن وايد حبيت خيمة نخول. اسمي أيوب حسين وأنا جيت خيمة نخول فوق 10 مرات. اسمي عبد الله يوسف، جيت الخيمة أكثر من مرتين 5 مرات، حبيت المرة الثانية لأن فيها ورشات حلوة. جيت خيمة نخول أكثر من مرتين، وايد استمتعت في الألعاب. أنا أسكن في عرار وعجبني الورش يعني. وايد أحب يعني خيمة نخول، أنا صرت يعني من زمان بس ما أقدر أقعد يعني. باي مرة ثانية خيمة نخول. مع كثرة تواجد الأطفال في خيمة نخول ولأكثر من مرة، تعرفنا على أكثر الورش اللي حبوها واستمتعوا فيها. اسمي محمد إسماعيل وأحسن ورشة عندي الشطرنج، وأحسن ألعاب عندي البيت الهزاز وكرة القدم. أكثر ورشة حبيتها تنمية الماء. اسمي يوسف يعقوب يوسف، حبيت أول مرة أجي هنا وحبيت ورشة الرياضة لأن فيها لياقة وفيها حركة وفيها متعة شوي. حب المسرح أحسن شيء، وأكثر ورش حبيتهم أن أصنع التيجان بالورق وأركب الصور. أكثر ورشة حبيتها كرة القدم والهندسة. أنا حبيت ورشة الكرم لأني تعلمت أشياء جديدة.
أكثر شيء عجبني عمل لوحة، يعني وايد عجبني ما شاء الله، وعجبني من الرياضة من القدم ومن البيت وايد عجبني. يعني أحلى ورشة هي ورشة عمل تاج من الورود وورشة عمل الزرع.